احتاج لك احتاج لك، ما نام بس اتخيلك، اشتاق لك وانت بعيد وانت معاي اشتاق لك. احتاج لك احتاج لك، ما نام بس اتخيلك، اشتاق لك وانت بعيد وانت معاي اشتاق لك. وش كثر عاني لو تغيب يا طيب، لا ما بعد اطيب لو تطلع لسابع سما، ما غيرك بقلبي حبيب. وش كثر عاني لو تغيب يا طيب، لا ما بعد اطيب لو تطلع لسابع سما، ما غيرك بقلبي حبيب. ارفق على حالي شوي والحق علي الحق علي. ما خبروك اخر خبر، سلمت قلبي للسهر والصبر، لو عنه دريت ما عاد باقي بصبر. ما خبروك اخر خبر، سلمت نفسي للسهر والصبر، لو عنه دريت ما عاد باقي بصبر. يلا تعال اقرب هنا والحق علي من العنا، اختار انت اللي تجي ولا اجيب كلي انا. وش تنتظر الحقنا والحق علي من العنا، اختار انت اللي تجي ولا اجيب كلي انا. وارفق على حالي شوي الحق علي الحق علي. الله عليك، بنلحق عليك. بس أخبر مشاهدينا أن أوبريت الوفاء هو أوبريت وطني بمناسبة العيد الوطني 43 لدولة الإمارات العربية المتحدة، واللي سيرى النور إن شاء الله يوم 2 ديسمبر 2014. كلمات سمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، ألحان الموسيقار موسى محمد، بمشاركة الفنان طبعا حبيب الياسي، وتوزيع نشوان طلال. رحب بضيوفنا الأستاذ طبعا معنا علي الياسي، صاحب شركة H Production للإنتاج الفني، وبعد هو المنتج المنفذ للشركة، والفنان المتألق دوما منور استوديوهات الظفرة حبيب الياسي. حياك الله. الله يحييك ويبقيك. طبعا مستانس اليوم يعني متواجد اليوم في قناة الظفرة، وان شاء الله نكون ضيوف خفاف على قلوبكم. دوم دوم خفيف، وما شاء الله دائما يعني ما شاء الله عليك اطلاله رائعه. الله يسلمك. علي كان سمعت مقطع علي ما سلمنا على علي ما سمعنا علي اي طبعا لا اكيد بس احنا الاطلاله اليوم علي ما شاء الله يعني اول مره تجلس معنا. اول مره انت دوم متواجد معنا خلف الكواليس. صحيح. اليوم اول مره ان شاء الله الحمد لله امام الشاشه. الله يسلمك. الله يحفظك يا رب. نتمنى لك ايضا كل التوفيق، وما شاء الله عليك يعني اوبريت شيء جميل في الاتحاد. نشكرك على هذا. الله يرحمك. الله الله يحفظك يا رب. تفضلي. على طار الاوبريت، خبرنا انت صاحب الفكره استاذ علي، خبرنا عن الفكره ومتى تمت وكيف. امانه بالنسبه للاوبريت الوفاء، الفكره ماخوذه اصلا من القصيده نفسها. نعم. القصيده الاوبريت نفسها اخذنا الفكره من القصيده، وحاولنا ان احنا يعني نحط على ارض الواقع الفكره. نعم. يعني الفكره طبعا هذا من تقريبا من 4-5 أشهر احنا شغالين على الموضوع. كنا نفكر كيف نطلع الاوبريت بشكل جديد. نعم. او نعمل شيء جديد. دائما الربع ما يقصرون يسوون الاوبريتات ويقدمون طبعا اشياء، احنا من الناس اللي نقدم يعني. صحيح. لكن هالمره حبينا نكون شويه مختلفين. 6 لوحات تراثيه اماراتيه، شكل تفاصيل هذا الاوبريت. نعم. كيف؟ طبعا اذا بنقدم حاجه لدولتنا اكيد نبغي نطلع شيء من البلد. نعم. لقاعات اللي عندنا الجو اللي احنا عايشين فيها. بس الجديد في الاوبريت
ان احن يبنى ناس من برا خارج دوله الامارات نعم يغنون باسم دولتنا الحبيبه اضافه ان احن يمكن سباقين في شغله واحده ان احن دمجنا الاعلاميين والفنانين من ذوي احتياجات الخاصه الرياضيين دخلت المجتمع بكامله اخذنا المجتمع بالكامل نفس ما تفضل نعم. ودخلناهم في ملحمه كلهم يقولون في النهايه ان شاء الله ان شاء الله ناجحه بكل المقاييس ان شاء الله ان شاء الله. طبعا استاذ علي أوبريت الوفاء هو يحمل بين اكنافه انشوده حب وولاء للامارات وصاحب سمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله واخوانه اصحاب السمو اعضاء المجلس اعلى حكام الامارات. تكلمتوا عن اللوحات الست، ما خطر لك تسويهم سبع لوحات على السبع الامارات؟ والله احن حتى بنسوي عشر لوحات اللي بيعمل ست اللي لكن الفكره وين طال عمرك؟ الفكره ان احنا لما بنسوي لوحه زياده معناته نحتاج الى خمس او سبع دقائق زياده. الحين احنا واصلين تقريبا 20 دقيقه ما شاء الله نوصل 28 29. هل بعد ما نعمل هذا اللوحه زياده اللي احنا راح نعملها هل احنا نقدر نوصل للمستمع نعم او نقدر ناخذ وقتنا يعني في البث وفي الامور الثانيه فلذلك خوفا يعني تركيز على النوعيه اكثر من الكميه. نعم هي تركيز ايضا هي لوحات تراثيه وليست لوحات تختص لكل اماره حتى لا تفهم خطا طبعا اكيد طبعا. يعني حبيب احبك يا الامارات كلمة السر اللي جمعت حولها نخبة من نجوم الغناء العربي، خبرنا عن من النجوم اللي موجودين وبعدين بتاخذ لنا واحد تعطينا مقطع من اغاني. طبعا تشرفت اني اول شيء بداية اني اكون ضمن الكوكبة اللي شاركوا في استاهل أوبريت الوفاء وطبعا على راسهم الاستاذ سفير الاغنية العربية استاذ عبد الله رويشد اوجه له تحيه وفارس الاغنيه العربيه استاذ عاصي الحلاني ولطيفه التونسيه واستاذ احمد الجميري وديانا حداد ودنيا بطمه وهزاع وعريب وفنانه اروى وبمشاركتي انا بعد معاهم. فبالتالي احنا حاولنا بقد ما نقدر ان نختار اصوات من كل بستان زهره مثل وفي الالحان توقيعك طبعا في الالحان كان معي طبعا الملحن الكبير الاستاذ موسى محمد وشاركت انا معاه في بعض اللوحات وكان من توزيع المايسترو نشوان طلال اللي بالفعل تعب معانا وكان هذا المؤتمر الصحفي كان الخاص بالأوبريت المؤتمر اي نعم هاي صور من المؤتمر نعم طبعا الأوبريت خد مجهود كبير من نعم. احنا مجهود فعلا كبير اللوحات كان علينا ان احنا نختار طبقة أصوات التناسب طبعا المطربين والمطربات فعندك انت طبقتين مختلفات صحيح والحمد لله قدرنا بعد العناء هذا قدرنا احنا نختار ونكون الشكل المطلوب زي اخترنا الحين طبقه وغني لنا شيء على سهل اطار الطبقات بما اننا احنا ايضا ما زلنا مع هذا احبك يا الامارات من اللي اختار الاسم؟ امانه حبينا احنا كفريق نقدم شيء لدولتنا ونيب الناس نخليهم يجتمعون على حب الامارات نعم حلو بس من خلال الشاشه نعم من خلال التصوير من خلال الاوبريت بلا شك الكل لكن الحب والاحترام لدوله الامارات الحمد أكيد. لله الحمد لله لكن حبيناهم يطلعون هذا الشيء نعم لذلك بقت تحت مسمى احب نعم. الامارات نعم الامارات انا طبقه ابى طبقه ابى طبقه خديجة نسمع حاضرين شو الطبقات تسمعين زين طبقه حبيب الياسي حاضرين Thank you.
علي يا اخوي لا تعزف تذكرني بخلاني وقلبي دايما يرجف وكثر الحب شقاني علي يا اخوي لا تعزف تذكرني بخلاني وقلبي دايما يرجف وكثر الحب شقاني وكثر الحب شقاني وكثر الحب شقاني وكثر الحب شقاني سلامه قلبك سلامه قلبك خذ العود علي عرف يعني رد عليه لا هو يطلب مني اني ما اعزف بالتالي انا ما راح اعزف لا نحن نبغى نشوف الحين يوم مشتاق طبعا انتوا المؤتمر الصحفي طبعا يعني تكلمتوا فيه واعطيتوا تفاصيل نعم. لكن ما زلتوا انتوا على قدم وساق في دبي لانجاز هذا الحفل الكبير طبعا في هناك تفاصيل ثانيه ما ذكرتوها في المؤتمر نحن ناخذها من عندكم اليوم والله شوف طول العمر قبل كل حاجه احب اشكر بنك العربي المتحد لان هم راعين رسميين للحفل للأوبريت الوفاء نعم واحنا كشركه اتش برودكشن فقط يعني منتجين منفذين للعمل هذا ما قصروا الجماعه بيض الله ويهم احنا اكيد في خطط عندنا مستقبليه وقاعد نسعى ان نطلع الاوبريت بشكل اكبر احنا الحمد لله الان يمكن صرحنا بعض التصاريح في مؤتمر صحفي والناس حابين يعرفون ان شو بعد هذا بعد هذا في اشياء كثيرة قاعدين نحاول يعني شغلة من الشغلات احنا حابين كل شخص يشوف ويسمع أوبريت الوفاء لان خاصة احنا قاعد نتكلم عن حب ولاء لدولتنا الحبيبة فلذلك في خطة ان نوزع تقريبا ما يقارب 200 الى 300 الف نسخة من السي دي ودي في دي مجانا على اللي نقدر نوزعها ان شاء الله طبعا نحن ندري ان الاوبريت لا يقتصر على نجوم الفن بل هو ضم بعد نجوم الاعلام والرياضه ومن الاسماء اللي كانت بينهم دكتور طبعا ما حفظ الالقاب ونوجه تحيه للجميع دكتور حبيب غلوم الكويتي حسين منصور المصري محمد كريم الاعلاميه لجين عمران البحرينيه اميره محمد دانا ال سالم شيماء الدكتوره الاعلاميه تغريد إعلامية شيماء أحمد الكتبي عيسى بسيط البطل العالمي في رياضة كمال الأجسام ذياب العسيري أول مدرب وإبراهيم لا ما كان معكم لاعب كرة القدم إماراتي يعقوب الحسني بالإضافة إلى الشاعرة الطفلة الصغيرة التي تبلغ من العمر 7 سنوات خبرتونا عنها مزنة العامري كل واحد منهم شو أضاف شو كان دوره في هذا الأوبريت طبيعي أول شيء إحنا يعني نكبر لما نكون مجموعة طبعا ونجتمع على حب الوطن نعم احنا قبل كل حاجة حاولنا ندخل تقريبا يعني كل رقم واحد في مجاله نعم مثلا احمد بن هويد الكتبي اول بطل اماراتي للعبة جوجيتسو صحيح نعم بطل عالمي نعم ذياب العسيري نفس الشيء اول مدرب عالمي عيسى بسيط بطل كمال السم اول بطل اماراتي يعني الشاعره الصغيره اول شاعره عمرها 13 سنه يعني جمعتم يعني حاولنا نجمع الكوكبه جميله الكوكبة. ما شاء الله لكن الفكره ان في طفل صغير قاعد يحاول يخلون العالم كلهم يتحدون على حب الامارات نعم رائع فكره
تصوير. نعم. وبالأخير إحنا نوصل لهالمرحلة أنه نعم. من كل مكان يجون. من كل مكان يجون. ويوصلون يقولون أحبك. إيه تواي تكلمت الحين. نعم. بديت أتصور الصورة نعم. أمامي الآن. إيه نعم. وجمعناهم عند علم دولتنا الحبيبة. نعم ما شاء الله. وقدموا الحب للعلم دولتنا يعني. الله يحفظكم. الله يحفظكم. حبيب يعني خلال المؤتمر الصحفي في يعني الأوبريتات السابقة كانت تعتمد على تقريبا لحن واحد يتكرر في معظم الإيقاعات وفي معظم المقاطع، لكن اتكلم طبعا أن أنتم مختلفين في هذا الأوبريت إن شاء الله، لكن أيضا اعتمدتوا على إيقاعات وألوان جديدة. يعني ما فهمنا كيف إيقاعات وألوان جديدة، ولو ممكن إن شاء الله نسمع شيء من الألوان الجديدة هذه من عندك. خبرنا أول شيء كيف أن يكون إيقاعات وألوان جديدة بما أنك ملحن أيضا. طبعا احنا حاولنا قد ما نقدر ندمج اللون التراثي الإماراتي بألوان خليجية أخرى. نعم. قدرنا تقريبا احنا استخدمنا حوالي 3 لوحات إماراتية بالإضافة إلى 3 لوحات عربية. نعم. فالحمد لله قدرنا نوجد التمازج بين اللوحات. نعم. لأن الإيقاعات يعني يمكن ما ابغى ادخل وايد في التفاصيل. صحيح. في ايقاعات احنا موسيقيا نقول 6/8 و نعم. ففي ايقاعات سريعه بطيئة. وفي بطيئه، فحاولنا نمزج الايقاعات هذه مع بعضها. بالدرجه الاولى قدرنا نوفق بين الايقاعات، قدرنا نوفق بين المقامات الموسيقيه. كان صعب الموضوع؟ كان الموضوع تحدي صعب ولا؟ كان تحدي. نعم. وكان صعب الموضوع في حيث انك انت ترسم لحن او لوحه في طبقتين. نعم. طبقه رجاليه وطبقه نسائيه، فبالتالي انت لازم تراعي الطبقتين. نعم. يعني ما يكون فيه صعود للرجال وما يكون فيه نزول للمطربات او العكس. طبعا صح. او العكس تدريبات لهذا الموضوع. طبعا لا، احنا كان عندنا بحث دائم، كنا نعم. نسمع في اليوتيوب، نسمع اصوات الفنانين اللي راح يشاركونا في الاوبريت ونسمع طبقات اصواتهم، وبالتالي احنا تخيلنا انه ممكن يمشي اكثر من غيره كطبقات. نعم بهالطريقه. نعم. زين الاوبريت اذا ممكن ما ادري تفصحون عن تكلفه الانتاجيه. لا تبتسم يعني. لا فهمت. اوكي اروح سؤال ثاني. اوكي يلا عبد الله تفضل. طبعا استاذ علي منتج منفذ العمل، كلمنا يعني جهد كبير وقت، شو الجهد اللي استغرق والوقت اللي اخذته لين يعني انك انت كونت وقدرت فعلا انك توصل للمؤتمر الصحفي؟ هو محور السؤال من ماديا الى جهد ووقت. يعني انا برد على الاخت خديجة. خديجة طبعا امانه نفتح باب الرعايه من الان. نعم. اتكلم بكل امانه. نعم. وبكل صدق. احنا مهما قدمنا ومهما اعطينا لن يوفيها طبعا. لن يوفي القدم دولتنا الحبيبة يعني، فبالتالي ما نتكلم عن المواضيع لأن فضلهم علينا أكثر عنها. لكن لو جتنا رعاية بنقدم شيء أكبر. أكيد. فأنا شان جاهزين قدمنا شيء أكبر. اللي بيرا حاضرين قدمنا شيء أكبر. الحمد لله. إن شاء الله. بالنسبة للجهد طبعا في جهد، لأن 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 أنت بالأول عندك بس فكرة. نعم. بعدين تبغي تنفذ الفكرة. طبعا. بعدين مين اللي راح ينفذ فكرتك بس صحيح بالطريقه اللي انت يعني. راسمها اصلا في بالك. غيرنا كذا مخرج. نعم. ليه ما وصلنا لشخص معين كذا مره فكرنا ان نغير الافكار، شو كيف نقدم الفكره، لان في النهايه حب الوطن. اوكي طيب احنا بندخل الممثلين بندخل مش بس كيف نقدم طبعا. وين نصور؟ تصاريح في بعض الأماكن ما تحصلها في نفس اليوم. صحيح طبعا. كنا مفكرين أصلا أن نصور خلال يوم واحد. نعم. إحنا بالبداية حاطين فكرة أن نجمع العالم نصورهم في يوم واحد. طبعا. بس بعدين بعد ما بدينا وخلصنا كتبنا عقد مع الجماعة ما قدرنا نصور في يوم واحد. ليش؟ بعض الفنانين عندهم ارتباطات. صحيح. وبعض النجوم نفس العملية. فما كنا نقدر. تخيل أن حتى ساعات واحد بينا نفس اليوم اخر لحظه يبعث لنا مسج يعتذر يقول خلوه بعد بكره. فانت مجبور انك تطلع كاميرات ثاني مره وتغير من الفكره طبعا ومن المكان. تكلفه انتاجيه. فلذلك يعني احنا صورنا 8 أيام ورا بعض ما شاء الله بدون ما نرقد، وفي اليوم كنا نصور يمكن 3-4 لوكيشنات. حب الوطن. حب الوطن. حب الوطن تحدي كان عندنا. نعم. واحنا كنا الحمد لله يعني
كنا حابين الشغلة رغم أن كنا نتعب طبعاً كنا نحس أنه قاعد ننجز حب الشيء لابد أن تكون إنتاجية نعم ننجز حاجة وندخل المسير مثلا في جيرة أخلص التصوير في جيرة أوصل للشارجة أخلص من الشارجة عندي أبو ظبي يعطيك الفعل عشان أوصل أبو ظبي معناته انه ما في رقاد صحيح ان شاء الله النتائج الناتج بيكون ان شاء الله كبير ومبهر ان شاء الله نحن للاسف نوصل مع الفقرات الحلوه لنهايتها بسرعه الله يسلمك اليوم احنا كان في نتكلم الان عن حب الوطن وحب الامارات وكنا ايضا في حوار المساء نتكلم عن وثيقه الولاء والانتماء لسيدي صاحب السمو رئيس الدوله ربي يحفظه فاذا بنختم مع الطرب شيء نقدمه لرئيس الدولة ربي يحفظه إن شاء الله لكن قبل طبعا أنت عرفت الآلية نحن بنختم بعدين أنتم إن شاء الله تختمون مشاهدينا نحن نشكر الأستاذ علي الياسي والفنان المتألق حبيب الياسي دائما على تواجدهم معنا في سهرة مساء الإمارات نتمنى أيضا نلتقي فيهم إن شاء الله مرة ثانية قريب في الأوبريت وبعد الأوبريت إن شاء الله إلى أن نراكم إن شاء الله إحنا أيضا يوم الأحد في أمان الرحمن إذا مشاهدينا لكم من أجمل تحية أحلام سعيدة ونهاية أسبوع بعد سعيدة تصبحون على ألف خير مع صوت الفنان حبيب الياسي تفضل شكرا عسى عيدك عوايد يا وطننا عسى عيدك عوايد بالفرح يا عسى ايامك عياد بالفرح يا عسى ايامك عياد يا وطننا عسى عيدك عوايد يا وطننا عسى عيدك عوايد بالفرح يا عسى ايامك عياد بالفرح يا عسى ايامك عياد يسلم لنا ابو سلطان قايد يسلم لنا ابو سلطان قايد له محبه سلام من فؤاد له محبه سلام من فؤاد يا وطننا عسى عيدك عوايد يا وطننا عسى عيدك عوايد بالفرح يا عسى ايامك عياد بالفرح يا عسى ايامك